الآن أرحبوا وأرحبوا قدام رد السلام هو المفاخر إذا عذ عطيب دخانا مرحبا بالضيوف ويا هلا بالكرام باسمي أم العريس أبدأ بعنوانا السعد والحظ قام يا عسى فراحها بطوال أزمانها والف مبروك يا ترقيب أهل الغمام ليلتك بالسعد رب السما زانها زاهين بشتك ونورك يزيح الظلام يا وريث المراجل وانت عنوانها يا ولد شيخ الهشال بن رفيع ومي قام هذا عبد الله درع حرب وإحسان الشعر والكلام ولو واحد بيده تحيي ضيفانا للضيوف النشامة قدر عالي ومقام وعود ودلالهن تسعد عيانا بالكرم أم تركي حازت على وسا والكرم ساسها وورد جدانا شيخه وبنت شيخ واخت ناس حشام والأصيلة تعلب الفخر شانا السعد والحظ قام يا عسى فراحها بطوال أزمانها والف مبروك يا تركيب أهل الغمام ليلتك بالسعد رب السما زانها زاهين بشتك ونورك يزيح الظلام يا وريث المراجل وانت عنوانها يا ولد شيخ الهشال بن رفيع ومقام هذا عبد الله درع حرب وإحسانها ثمانية سبعة ستة ثمانية سبعة ترقبوا الجديد والحصري في عالم